كيف يمكن لطالب الساعات المعتمدة إنشاء بريد إلكتروني خاص به على جامعة المنصورة؟ عليك بمتابعة هذا العرض للتعرف على كيفية إنشاء البريد الإلكتروني. عليك أولاً بالدخول على صفحة جامعة المنصورة www.mans.edu.eg. ومن أنظمة الإدارة الإلكترونية نظم التعليم والطلاب، نظام ابن الهيثم لإدارة شؤون الطلاب. عليك بتحديد الاختيار الخاص بنظام الساعات المعتمدة. عليك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. واختيار student ثم log in. عليك باختيار university mail ثم تحديد اسم البريد الإلكتروني المراد إدخاله مع مراعاة الآداب العامة في اختيار البريد. ثم الضغط على سيرش. عليك بإدخال الاسم الأول واللقب ثم الضغط على سيف. لتظهر لنا رسالة تأكيدية بأنه تم تفعيل البريد بنجاح. ملحوظة: يتم الدخول على البريد الإلكتروني الذي تم إنشائه بكلمة المرور الخاصة بنظام شؤون الطلاب، أو الدخول مرة أخرى على University Mail وعمل Reset للباسورد. يرجى العلم أنه يتم تفعيل البريد الإلكتروني الذي تم إنشائه في خلال 24 ساعة. يمكن للطالب بعدها الدخول على البريد الإلكتروني من خلال موقع جامعة المنصورة الخدمات، البريد الإلكتروني، البريد الإلكتروني لطلاب الجامعة، الدخول على البريد الإلكتروني من خلال جوجل، إدخال اسم المستخدم الذي تم إنشائه، وكلمة المرور، ثم الضغط على ساين ان. نشكركم على حسن المتابعة، مع تحيات مركز تقنية الاتصالات والمعلومات جامعة المنصورة.